اي رقم اي رقم اي رقم حط الشاشه هنا. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. دقيقه مين اللي اختار؟ هي اللي اختارت ولا انت اللي مختارين؟ هي قالت ثلاثة. ريم رقم كم يا ريم؟ ثلاثة. ثلاثة. أربعة. والله قالت ثلاثة. ثلاثة. شكرا لك يا ريم شكرا. رقم ثلاثة. ايش مكتوب؟ اصبر اصبر اصبر. والله شغالين نقليات اليوم يا سيف الزين. وليد بن صالح سوف ينقل ثلاث كائنات حيه بيده من مكان الى مكان اخر. لا تقول لي فيران يرحم امه. مو فيران. لا اكبر شوي. الفيران ما يجوز نقلها. الفيران لا وليد 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 يا وليد. ضبان 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 ضبان. لحظه 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 يا عيال. وليد وليد نقل ثلاثة ضبان من مكان إلى آخر. بالأسنان. بأسنانك ضبابي. تنقل ثلاث ضبات. ضبان يا شباب. الضب جمعه بالسوداني ضبابي. ما ضبابي يا معتز. على وزن كبابي. للأسف جمعه إيش؟ الضببة. معتز الضببة صح؟ وليد وليد بصالح في معلومة مهمة. الضب هذا جايبينه من أدغال افريقيا. شرس جدا. من ادغال الثمامه. يلا شيلني. شرس وليد. جدا جدا جدا. وليد والله شوف. ها شفت والله ما تعذب الضب يا وليد. دخلت باصابعي. شوف ها شوف شوف عكرته كيف. وليد من جد يا وليد. جيب 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 هذه جيب هذه. لا هذه ما يحتاج. لا حط خشمك في خشمه بدون. طيب وليد دقيقه. بما انه في احمد احمد بما انه في كائنات حيه فاتوقع انه ما مفروض ما نحط وقت. لا احنا حاطينه يعني عشان لا اذيها يعني. لا 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 ان شاء الله ما في ما في مفروض يعني. ايش يا حلي يا حلي اسنانه رياض باسنانه. لحظه يا اخوان يا حلي اقول امشي. جيب منديل. كائنات حيه على اساس السمك اللي قبل شويه ايش ما قلي ولا ايش ولا ايش. بيدك 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 مو كائن حي. اعطيه اعطيه هذه ولا لا؟ اعطيه ولا لا؟ لا وليد عادي. ابو علي نرجع شوي نشوف نقل اول كائن حي. يلا ابدا الوقت. يلا بدا الوقت. فين اوديه؟ توديه للمكان الثاني اللي هنا يا عم. طيب الله يخلي امك بلاشي غلبه. الله يخليك وليد. يلا وليد ترى اسمع هو ثلاثة انواع. النوع الثالث اخطر نوع. يا وليد وليد انتبه تمسك واحد الثاني عضك. من جد فكر من اين تاتي. ما يأذي يعني؟ لا لا ما يأذي. اسمع دقيقه. ايش قلنا بدون وقت نحن؟ لا لا قلنا بدون وقت يا اخي. بالله يا اخي اليف. هذا ثلاث دقائق قوم من النوم قوم. عشان ما اذيه يا احمد والله. لا لا ما تاذيه ان شاء الله ما تاذيه. امور طيب امور طيب. ان الذين هيا هيا ايش دخل الموضوع هذا؟ ايش دخل الموضوع هذا؟ وليد وليد قوي قلبك يا وليد. لا 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 احمد يونس راح الدقيقتين باقي دقيقه. ما يعض بس عنده سم. يلا بسم الله وليد. لا 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 يدك هذه يدك هذه. وليد انتبه. بالعكس هذا يخرعه الاحمر. انا ابغى يخرعه. لا لا بدون بدون والله بدون. مين يقلد صوت الضب يا شباب؟ بس بيد واحده. يلا صوت الضب. يلا وليد يمه. يلا يا وليد يرحم امك. يلا يا وليد يلا يرحم امك. ايش بك؟ والله الامور طيبه وليد يا ابوي. اخوه مو راضي يهدى. لا لا عادي عادي. والله انتبه يا وليد. والله شوف الثاني متوقف. والله كان بيعضه يا شباب. تعجبني يا ضب تعجبني. وليد واصل. وليد روح يا وليد. روح مين يا اخي بيعض. ما يعض والله ما يعض. كم يعض ليش التفت؟ هو كذا عرفت. يلا ها بنعطيك هذه بعد. لا 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 انا اعترض. يلا شيل شيل الاول شيل الاول الثاني بعطيه. انتبه يا وليد والله انتبه. وليد والله انت كذا تخوف الزول. بسرعه 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 امسك. ايوه طب يلا هيا ها عادي عادي والله ما سهل والله سهل. ايوه بسرعه بسرعه. ايوه اي حلو حلو. اهدى يرحم امك. سلام يا وليد يا بطل. وليد يا وليد انت موت. حرام عليك حرام عليك حرام عليك. مين يا ابو شوك؟ حرام عليك. يلا هاني شوي شوي. هاني هاني مو كذا. هاني معكرت يا هاني معكرت معكرت. يا سلام شوف البطل هاني. فكوه مسك في يدي ابوي. حط هنا حط هنا. تفضل يا وليد. يلا وليد يلا وليد يلا وليد. والله سهل سهل والله. الان زعل. ايوه خلاص. والله يا شباب مخشني والله. قام يا عيال والله وقف. انتم قاعدين تلعبون معنا زعلتوه. والله آه. شوف نفسه صاير زي ياقوت. ايوه والله قاعد يطل لي عيال. خفك والله. طيب
صراحة تشيلي 30 دقيقة بعد اللي تعمل فيه. هذه واللعبة هذه تتم بخير. وليد بتشيلها ولا بتخسر؟ يا رياض أنا وطالب بنقطة لي يا وليد. يا رياض والله شوف هالدم. يا أحمد يونس وطالب بنقطة لي. ها والله أشيلهم أنا؟ والله تعطيني نقطة؟ والله ما يهون علي وليد ينهزم. لا 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 في إصابة هنا فبصراحة كده وليد زعل. أنا والله ما أقدر أشيله والله. وليد يعتذر. أعطيك شيء وليد بصراحة. انسحاب ما أقدر أشيله والله. اليوم ما يجي وليد من يوم ما يجي رياض خبران الله ينفعه دائما هو معام. إبراهيم يقول يا فهد اليد اللي في يا ثعبان في 17 سم هنا حاطين له. أنا ما قدرت. ما انتهى الوقت وليد بصالح يخسر العقوبة الثانية لأنك خسرت تحط راسك خمس دقائق. يلا ماشي شوف قاعد والله يتلوث. خلاص خلاص شكرا شكرا. ناخذ التعيينات الحية البسيطة اللي هنا.